تمضي المشاعر بازدهار، ترى المجد ينير كما النهار، يضيء شعاعها دربا طويلا بخير زمانها وسن اقتدار. كمثل الشمس ساطعة تنادي، ملامع سطرت سحب المنار، ملامع سطرت سحب المنار. وفي أرض المشاعر ترى المجد ينير. أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذه الإطلالة الجديدة عبر تغطية قناة المجد لموسم حج هذا العام، ومن المشاعر المقدسة ومن مشعر منى معكم على الهواء مباشرة في حلقة متجددة ومع ضيف متجدد وضيف جميل. رحبوا معي أعزائي المشاهدين بالضيف الأستاذ سعد الفرج، عميد السلك الكشفي. أهلا وسهلا بك، حياك الله وبقاك، اهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. وانتم بصحة. بداية استاذ سعد، عميد السلك الكشفي في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، كلمة توجهها للمشاهدين الكرام او معايدة بالاحرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اقول كل عام وانتم بخير، واهلا وسهلا بجمهور المجد، ومرحبا بالجميع، ونهنئ ضيوف الرحمن بحج هذا العام. شكرا للجميع. نعم، اشكرك على هذه المقدمة الجميلة. سم. بداية لو تعرف المشاهدين بالدور الرئيسي للكشافة بشكل عام، والدور الرئيسي للكشافة في الحج بشكل خاص. بداية بشكل عام، الحركة الكشفية حركة تربوية. جميل. تخرج رجل صالح يعين أهله ويعين مدينته. جميل. ومنطقته ومملكته الحبيبة. جميل. فهو رجل صالح في أي مكان كان. احنا عندنا الوعد الكشفي
وعهد الله بأن أبذل غاية الجهد نحو الله. جميل. فالله سبحانه وتعالى هو الأول في هذا المجال، ثم المليك. نعم. وما يأمرنا به. جميل. والوطن القائل علينا، فنحن نخدم الوطن ونساعد الناس في جميع الظروف والأحوال، جميع الظروف اللي احنا الآن موجودين فيها، خدمة ضيوف الرحمن. نعم. يعني من ضمن عملكم النشاط في الحج. الحج، الحج هو الأهم. طيب، دوركم الرئيسي في المشاعر المقدسة في الحج، ما هو دوركم الرئيسي؟ دورنا الرئيسي في الحج إيصال الرجل أو المرأة أو الطفل لذويه. نعم، يعني التائه بشكل عام. التائه. جميل. هذا جل عملنا، ولكن هناك أعمال أخرى على المنافذ، وكذلك في الحرم وفي منى، في عرفة، في مزدلفة، على الطرق، في الوزارات، جميع الوزارات الموجودة الآن، الكشاف موجود، سواء الصحة أو التجارة أو غيرها من الوزارات، لازم يكون فيها حاج أو كشاف لخدمة هذا الحاج. فنحن نخدم ضيوف الرحمن، سمعت، نوصلهم، وما هي فرحتهم عندما يصلون لأهلهم. جميل. نعم. لو حدثتنا عن الذكريات القديمة، رجعنا بك أو بشريط الذكريات إلى الوراء، أنت عملت في الكشافة كما عرفنا من سنين طويلة. نعم. حدثنا عن بداياتك، كانت في عام كم وكيف كانت بداياتك؟ والله بداياتي أنا سبق أني تكلمت في بداياتي، البداية كانت في حملة شفتها وأنا طالع مع والدي في زيارة في سوق من الأسواق، فكانت بداية، كان عندنا عمل حملة كوريرا، فكنت أرى الشباب أو الكشافين يعملون، فكنت أساعدهم من غير قصد. ومن البداية حبينا هذا العمل وبدأنا مع العمل. ما شاء الله. عام كم تحديدا بدأت في الكشاف؟ والله البداية، بداية الرغبة في هذا العمل أو اندماجنا في هذا العمل من بداية 89. ما شاء الله. وإحنا شباب صغار. يعني إلى اليوم كم أكملت سنة ما شاء الله في الكشاف؟ الحمد لله. 45 تقريبا. تقريبا 45 سنة ما شاء الله. تقريبا 45 سنة. نعم. الله يبارك فيها إن شاء الله. فهي حركة، من وقت لك، حركة تربوية. استفدنا وأفدنا. جميل. نعم. أول سنة لك في الكشافة، كيف هي الظروف المحيطة بك؟ هل كنت تشعر بنوع من الخوف والقلق، أو أنك نزلت إلى الميدان يعني وشاركت مع الناس في بداياتك؟ لا، بداية، البداية كانت في المدرسة. أها. في المدرسة، ولكن بعدها من بداية 96، 96 بدينا نطلع خارج المدرسة إلى المركز الكشفي، ومن المركز الكشفي بدأنا نطلع، وكانت أجمل أيامنا. وكان عندنا يوم الجمعة، كان ذاك الوقت ما عندنا عطلة للجمعة، يعني الخميس كان الخميس دوام، يوم في الأسبوع، يوم الخميس العصر نطلع للمركز، وما يطلعون كل بعد كل الكشافين، يعني يختاروا مجموعة من الكشافين للخروج إلى المركز، ونشتغل في المركز ولله الحمد، حفلات السمار والعقاد والربطات والدورات والتعارف بعضنا بعض. بعدها اذكر بعد بعض القصص يعني في بدايتك ايام الكشافة قبل 40 سنة او 45 سنة. والله ايام جميلة، يعني اذكر لك قصص قديمة في الحراسات. أجمل أيامنا لما يكون عندك حراسة في الليل وتجلس والمكان أظلم، ما في ذي الإنارة اللي تشوفها الحين، أظلم ومكان وبرد، وتمسك على بوابه
ما تدري قط أو كلب أو شاب طالع من الخيمة يبغى تكرم دورات المياه وده فحصل فيها مفاجآت، لكن والله الحمد كلها طيبة. أما بالنسبة للجزاءات فالخير واجد. نعم نعم. طيب أنت واجهت خلال الحج بخبرتك الطويلة طبعا قصص ضياع كثيرة، أي ما هي أبرز قصة التي أثرت في نفسك؟ والله كان اللي أذكر أنا أن كنا في معسكر الرئاسة العامة للشباب، وجانا رجل يبكي بريطاني الجنسية باكستاني الأصل، فجلسنا نعم ايش فيك ما فيك، هذه قصة قديمة ولا اي قديمة، فقال انا من الملحقية وعندي فتاة تاهت معي في عرفات وكنا في منى، فقلنا ننزل شوي ابحث عنه وتعلنا بعد شوي، يعني هو جاي يطلبكم المساعدة لأنها ضاعت عليه، ضاعت البنت فوصل للكشافة يبغى البنت، فقلنا احنا ما عندنا بنات، ما عندنا إلا كانوا ولدين تايهين على أهلهم، يعني لكن ما وصل لكم بلاغ، ما وصلنا بلاغ ولا ندري عنه، لأن ذاك الوقت كانت الخيام متشابكة مو مثل الآن. نعم. فنزل على الكوبري، كوبري الملك عبد العزيز الآن كوبري الملك عبد الله، في أثناء نزوله جاتنا سيارة ووقف عند الباب المعسكر، تكفون لقيت هذه البنت تايهة، ما أعرف ما أتكلم معها لكنها تايهة، وين شفتها فيه وين كذا وين كذا، قال البنت مني، قال هذه ما أدري والله، يقولون تقول أنها باكستانية، وقفوا على جنب، دخلوها عند الإخوان، عطوها العصير وريحوها، لكنها تبكي. خايفة من الضياع يعني. تبكي أو خايفة من الضياع، وبعدين عندنا واد ما تدري شنهم. فأرسلت واحد من العيال يروح يشوف الحجي. فالحجي مسكين ما تعدى، كان قريب بعيد يروح يعود. فشافه في الطريق قال تعال 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 تعال. لقينا الفتاة. فتخيل أن الحبل كان الأول عندنا حبل، ما كان عندنا بواب ولا ذكر حبل. فبغى يطيح من يعني شاف البنت فما تمالك نفسه من الفرصة، نزل من الحبل ألقط البنت، هو يبكي وهي تبكي ومتمسكين، لا يدرون عن الأولاد ولا يدرون عن العيال ولا، وكل يبكي اثنينهم، احنا بكينا من بكاهم، فتخيل الفرحة هذا البنت، قال هذا البنت خلاص 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 هذا البنت بس خلونا نمشي، طيب تفضل في مالنا، شفت بنتي في مالنا. فهذه أثرت في نفسنا، وحرصنا حرص التام على ان احنا نوصل كل انسان تايه الى اهله. جميل. نعم. طيب استاذ سعد، بالنسبه لعملكم لابد ان له لوائح وانظمه تسيرون وفقها، ما في شك، من ضمن اللوائح والصلاحيات المتاحه لكم ما هو السقف يعني الذي انتم تستطيعون يعني ان تحلقون فيه، الفضاء الذي محدد لكم بالنسبه طبعا لا تصلون مثل الاجهزه الامنيه، لا لا انتم جهاز خدمي كما اعرف، نعم، لكن ما هي يعني الأسقف المحدودة لكم في الميدان إذا نزلتم؟ الرئاسة العامة للشباب. الرئاسة مجموعة كشافة أو جوالة خدميين لهؤلاء الحجاج لإيصالهم إلى أماكنهم. والسقف اللي بيننا هي قيادة ترأس هذا المخيم مع مجموعة من القيادات يديرون دفة هذا المخيم. تبدأ من القائد ومساعده قائد البرامج وقادة اللجان الثقافية والاجتماعية، وكذلك عندنا الدينية والتجهيزات وما التجهيزات، كل ذي صيانة كلهم تابعين لهذا القائد، يرجعون للقائد، والقائد هو السقف الذي نصل إليه، ما بعد القائد تأتي الإدارة
والإدارة مين موجودة عندنا؟ الإدارة في الشرايع مين بساكنة معنا؟ طبعا مستقلة الإدارة عن الإدارة، مستقلة عن الشباب اللي في شؤون دي شؤون إدارية. ولكن احنا شؤون فنية في الميدان، شؤون ميدانية أو ميدانية، فاحنا نشرف على الميدان ونتابع الأبناء الجوالة. كل قائد فرقة يرأس له 16 شاب في فرقته، وفي قيادة اسمها قيادة المسح تبدأ برسم الخرائط وإرسال الشباب أو الكشافين أو الجوالة إلى الساحات من بداية واحد إلى يوم 6، وهم ينزلون يعملون مسح كامل لميناء ويرسمون الخرائط وكذلك أسماء المطوفين لكل موقع من المواقع. بعدها يصدر الدليل ويبدأ الإرشاد من بداية يوم 8، يعني الساعة 1 ليلة 8 مع يوم 9، نوقف يوم 9 يأخذون عمرة، لبعض الشباب يأخذون عمرة ويرجعون ويبدأون العمل في ميدانهم. ولله الحمد السنة عندنا موقعين، استلمنا 8 و12 مواقع لإرشاد التأهيل، والفرق ولله الحمد ماشية وشغلها ماشي ولله الحمد. نسأل الله لكم التوفيق. نعم. مشاعر الحجاج بما أنك نزلت إلى الميدان أنت وفريق العمل الميداني، وجدت الحجاج في عرفات أو في منى أو في مزدلفة، حدثنا عن مشاعر الحجاج، عن الجو العام في الميدان. الحجاج أنا أرى فيهم سندي، أرى فيهم الراحة، مرتاحين. جميل. يعني هذا يعود إلى ماذا؟ يعود على التنظيم. حسن التنظيم. ونشكر حقيقة حكومة خادم الحرمين الشريفين ولجنة الحج العليا وعلى اهتمامهم وحرصهم على بذل المزيد والعمل الجاد لراحة هذا الحج. ولله الحمد ارتاحوا الحجاج. الآن تجد الأماكن مفتوحة، منع السيارات دخولها، حرصهم على الأمن واطمئنان الحاج، هذا شيء كبير، شيء كبير لراحتهم ولله الحمد. هذا شيء نشكر حقيقة خادم الحرمين الشريفين سمو نائبه، سمو النائب الثاني، ورئيس لجنة الحج صاحب السمو الملكي أمير خالد الفيصل، سمو وزير الداخلية الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وكذلك رئيس جمعية الكشاف العربي السعودية سمو الأمير فيصل بن عبد الله، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف فيصل بن فهد بن عبد العزيز على اهتمامهم وحرصهم الحرص التام على راحة الكشاف وراحة الجوال واهتمامهم به. طيب الحج، أنت حجيت أكثر من ما شاء الله، ما أدري كم حجة، كم حجيت؟ حجيت ولله الحمد، ما تحصيها ما شاء الله. لا والله يعني أسأل الله أن يوفقك. نعم. بالنسبة للحج زمان وحج الآن، ما هو الفارق الذي وجدته بين حج زمان؟ والله إحنا أنا أذكر أني كنت مع الدكتور عبد الله الفهد، طلعنا سنة من السنوات كنا في عرفة، فطلعنا عقب ما خلصنا عرفة لبسنا الحرامات ومشينا حتى وصلنا مزدلفة، ومن مزدلفة على ميناء وصلنا الساعة 12 أو 1، طلعنا من المستعجلين وبدينا في الرمي وتوكلنا على الله، وهذا حجة عمشينا على الأقدام من عرفات إلى مزدلفة إلى ميناء إلى الحرم، فأخذنا ولله الحمد الحج، فهذا حج، حجنا ولله الحمد. والحج أمس يختلف اختلاف كل عن حج السنة السنوات دي. الحج الأول تعب وروحة، الخيام متشابكة، العمل يعني جدا جد تعب. الآن ولله الحمد كل شيء موجود. هل تواجدكم في الميدان، تواجدكم في مرتبط بتواجد الحجاج، ولا انتم متواجدين بعد الحجاج مثلا؟ لا احنا عمل اخر بعد الحج اثناء في الميدان، عمل اخر
لا احنا قبل الحج نكون، بالنسبة لي انا اكون قبل الحج في 18 اكون في مكة لاعداد التجهيزات المخيمة للقعدة. الكشافي الجوال يجون في 25، من 25 دول الجوال يجون الين 30 او 29 ثم يبدأ العمل. بعد مشي الحجاج يوم 13 نتحرك احنا الى مكان، لكن اللي يطلع على ديرته بعضنا يشتغل في المنافذ اللي هي منافذ المناطق، كل كشافة او كل جوال يلتحق ب. طيب بعد الحج هل لكم عمل بعد مغادرة الحجاج للمكان؟ لكم عمل ميداني داخل الخيام او خارجها؟ لا خلاص ينتهي عملكم بانتهاء الحج، احنا في خدمة الحج. طيب بالنسبة للحجاج الى اين مصيرهم التائهين؟ اتكلم عن التائهين، إيه مثلا لو وجدت احد التائهين ما هو اخر المطاف يعني اخر الحلول؟ ما وجدت اهله، ما احنا نسلمه لوزارة الحج. وزارة الحج تتولاه رسالة، هذه اذا ما لقينا اهله سلمنا للوزارة، والوزارة تتولاه مع التائهين الموجودين ويرسلون طال عمرك ياخذون طواف الوداع ويسلمون طال عمرك للمطوفين. طبعا اي حاجة دينا لازم عنده سوارة فيها رقم المطوف نوصله للمطوف. قديما كان نسلمهم لوزارة الحج، الآن إلزامي يعني نتصل على المطوف يجي يستلم الحاج حقه. نعم. طيب بالنسبة أتكلم عن الدعم لجمعية الكشافة العربي، هل لازلتم بحاجة إلى دعم أو ترى أن الكشافة يعني أخذت مجالها وأخذت حقها، أم أنكم لازلتم في معاناة يعني مع الدعم؟ قصدك بالنسبة للمادة؟ بالنسبة للدعم المادي طبعا. الكشاف يقول الملك فيصل رحمه الله الجندي الخفي هذا الكشاف المتطوع. فاحنا بدينا ب150 و200 ريال، وكان ذاك الوقت لها رنت ويوم هذاك الوقت جاتنا 1500 وفرحنا في وقتها، لكن الآن تغيرت. الولد متطوع نعم، لكن المادة ما تكفيه، يعني لو زدناه وعطيناه شيء هذا تكريما له ولا ما تكفيه. هي كلمة من حاج أو دعوة من حاج أحسن من الفلوس وأحسن من أي شيء. دعوة لأنكم بالمقام الأول تبحثون عن العمل الخيري في سبيل الله سبحانه وتعالى. عمل الخيري، ولكن إذا حصل شيء من الزيادة جهدهم يعني. زيادة المبلغ للعيال، لأن منهم الفقير، منهم اليتيم، منهم اللي جاي يبغى يحصل له شيء عشان يساعده في يومياته، الطالب سمعت اللي توه ما بعد يشتغل، يعني لو حصل له شيء ينفعه ولا راح البيت دخل على أهله جاب لهم شيء ينفعهم. العيال والله الحمد مؤدبين وعندهم والله الحمد الأدب وعندهم الاحترام والتقدير، فلو رجعوا بشيء طيب شيء يبيض الوجه بالعكس. فاحنا نلتمس إن شاء الله ونسأل الله التوفيق. نعم. المخرج ذكرني بنقطة، بعود إلى محور الضياع أو التيه بالنسبة للحجاج، يعني إذا وجدت مثل ما واجهنا أمس حاجة ما عرفنا لغتها ولا عرفنا جنسيتها الظاهر تركية، ففي مثل هذه الحالة كيف يتم التعامل معهم من ناحية اللغة؟ كيف تتعاملون معهم؟ بالنسبة لنا احنا عندنا ولله الحمد مجموعة من الكشافين، بعضهم يتكلم التركي، بعضهم يتكلم الهوسة، بعضهم يتكلم الأفريقي، يتكلموا الأفريقيين، في الآسيويين، الآسيويين، في ناس تتكلم من آسيا، في من الصين ناس تتكلم الصيني، التركيين كذلك، في ناس عندنا تتكلم اللغات. فلما يدخل مطول النادي واحد من العيال يتكلم هذه اللغة، ولا عند مكة مليانة من الشباب. طيب طيبين. بالنسبة للغات هذه هل عندكم يعني تابع الكشافة معها التدريبي مثلا يخرج؟ لا 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 مو مع التدريبي، او هي شهادات يحصلون عليها هم الكشافين. من حكم ممارستهم في مكة عندهم هذه اللغات. جميل. فمتعود انه يتكلم مع الاردو، يتكلم مع اللي هو التركي، يتكلم مع صيني سمعت، يتكلم يعني كل اللهجات الهوسه.
والفلاتة وغيرها كل موجودين. طيب الحمد. كم لكم موقع في المشاعر المقدسة؟ أماكنكم مواقعكم الرئيسية وأين توجد؟ بالنسبة لنا بشكل بالنسبة للرئاسة العامة لرعاية الشباب لها موقع واحد. لا ليس الرئاسة، جمعية العموم الكشافة. الكشافة الآن عندنا طال عمرك مجموعات، الآن عندنا في الساحة 5000 كشاف كشاف، لكن الموقع جوال الرئيسي. وكشاف الموقع الرئيسي مثلا، والمواقع الرئيسية عندنا العزيزية، هذا الموقع الأساسي. أيوة. في العزيزية، وفي عندنا من الجبل ومن الوادي ومن الجديدة ومن شو اسمها المرجم او الشياطين او عند الجمرات، هذا عندنا، والمدارس مليانة ولله الحمد، وكذلك الصحة مليانة من الكشافين. نعم. ومن الجوالة. نعم، شكرا لك استاذ سعد. الحقيقة نعم. لدينا الكثير من الأسئلة لكن لعل وقت الإطلالة انتهى. نعم. شكرا لكم أنتم متابعينا الكرام، نتمنى أن نكون قدمنا لكم المفيد من خلال هذه الإطلالة. شكرا لمتابعتكم، إلى أن ألقاكم في تغطية أخرى ومع زميل آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يضيء شعاعها دربا طويلا لخير زمانها وسنة اقتدار، كمثل الشمس ساطعة تنادي ملامع سطرت سحب المناري، ملامع سطرت سحب المناري وفي